يا الله. أنا شاب مغربي ساكن في مدينة كذا، كلفني أبي أن تفتيني في هذه المسألة، هل يجوز لأبي أن يخرج من مال زكاتي ويعطي لإخوتي، بمعنى أولادي، وكلاهم يدرسون، أحد في المدرسة الوطنية الفلاحة بمكناس والآخر في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسمية. هذا السؤال دائما كيسقسيه الناس. إحنا الله تبارك وتعالى كيقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل، أي أن الله تعالى سبحانه عز وجل حدد الأنصبة التي توجه إليه الزكاة. لكن الناس واسمو يسقسيو دائما يبغيو يردوا ديك الزكاة لأولادهم لباتهم. لا يا أخي، لا، ما تعطيش الزكاة للأصول ولا للفروع. هذا ولدك يقرأ، هو من الاستثمارات الكبيرة نتاعك في المستقبل، راك تخدم عليه بفلوساتك، تخدم عليه بمالك، تنفق عليه بمالك، لأن في التالي غادي يولي مهندس وغادي يخدم وتبقى تقول له إن شاء الله أرض لي. الزكاة هي عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، وهي من شكر الله تعالى على نعمة المال، فوجب عليك أن تعطيها لمستحقيها.